السلام عليكم أعزائي المشاهدين. بعد إعلان اللجنة العليا حظر التجوال بسبب ازدياد حالات كورونا، انتهاء العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية حضوريا. تنبيه، طبعا هذا التنبيه صادر من وزارة التعليم العالي. يعتبر إلغاء الدوام الحضوري في الجامعات اعتبارا من يوم غد الأحد، ويكون الاعتماد بالشكل الكامل على التعليم الإلكتروني. ونشرت أيضا وزارة التعليم تبليغ على جميع الجامعات والكليات تعليق الدوام الحضوري وتأجيل كافة الامتحانات ابتداء من اليوم الأحد المصادف 14/2/2021، قرار صادر من وزير التعليم العالي، وللمراحل كافة باستثناء المراحل الأخيرة في كليات الطب البشري. هذا يعني إلغاء الدوام الحضوري رسميا والاعتماد فقط على الدراسة الإلكترونية لباقي العام هذا. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. في أمان الله.